صباح الخير عليكم من جديد، صباح الخير على كل من انضم للصبح توا ويشاهد فينا. تقدروا مشاهدينا من خلال الرقم المخصص للتواصل معنا في الصبح تبعثوا لنا صور، مواضيع اجتماعيه حابينها تطرح، او في نفس الوقت حتى لو كان عندكم ايفنت او مناسبه او شيء غطيتوه وعندكم له صور حابين تشوفوها في برنامج الصبح، تقدروا تراسلونا من خلال الرقم يلي ينزل على اسفل الشاشه، وبس عن طريق الفايبر والواتساب، ونحن اكيد بدورنا نشوفوا الماده كانت مناسبه للعرض اكيد بالتاكيد ان نعرضوها، واذا كان موضوع مهم جدا بالتاكيد يكون من ضمن المواضيع اللي تطرح في برنامج الصبح. نحن دائما نسعى وراء ان يكون في هناك مواهب تدعم اعلاميا بشكل مبسط، مش حيكون بشكل كبير جدا، ولكن حتى ولو كان لجزئيه بسيطه عندنا في الصبح. نحن اليوم حنمشوا نشوفوا مع بعضنا يعني موهبه ليبيه تميزت في الرسم الجرافيكي ولكن بشكل مختلف تماما. نحن خلينا نتعرفوا اكثر على طه بن الاغا حول يعني مقابلتنا له، حكى لنا اكثر او حرفنا على موهبته اكثر، حبينا نقدمها لكم وتعرفوا عليها اليوم معنا في الصباح. انا التوقيع بتاعي انا اللي هو دون يعني انتهى او تم. هو قاعة الشعب اللي يوما ما كانت مرجع ثقافي مليح، بعد ما صارت عليها نزاعات مسلحة استغلتها انا كفنان جرافيتي. درت رسم انا وولاد صاحبي، طبعا حتى هو رسام جرافيتي، هذا كان عملي انا وهذا كان عمله هو. طبعا اختياري للمكان هو مش من فراغ، بعيدا على تعليقات المجتمع الساخرة، المكان هذا كان ملجأ لي انا كرسام جرافيتي، بحكم ان الصراعات اللي صارت فيه خلاته خراب وخلاته مكان مهجور، فاستغليت انا كرسام جرافيتي ولو ان اغلب الجدران كانت محروقه بالكامل، ولكن لقيت يعني فرصه في بعض الجدران النظيفه باش اني انا قدرت نطبق فيها فن الجرافيتي. طبعا اول مكان رسمت فيه كان تحت كوبري الودة، كانت هذه في سنه 2013 ممكن 2013، وعلى فكرة في السنة دي تعرضت للاعتداء من قبل قوة ما عرفتهاش لتوا، قوة مجهولة بس نقول ميليشيات ما نعرفش مين، ويشاء القدر اننا اليوم نرجع في سنة 2018 وندير جدارية غادي من قبل يعني قطاع خاص هو اللي دعم البرنامج هذا وخلانا نحن نرسمه وخلانا نحن يعني نديروا حاجات جديدة تحت كوبري الودة. نفس المكان اللي صارت معي المشكله فيه في سنه 2013. ممارسه، وبالنسبه للكورسات طبعا ما فيش ولا مؤسسه تعليميه او اي قطاع خاص يقدم اي نوع من الكورسات تاهيليه للرسم على الجدران، فلازم انك انت تتعلم كيف ترسم على الجدران عن طريق مقاطع اليوتيوب وعن طريق التوتوريالز وعن طريق الكورسات اللي تقدمها يعني الناس عن طريق اليوتيوب، هي مشاهده فقط تعلمك كنت تشوف كيف حد يرسم، كيف يخلط لون، كيف يجهز الجدارية بتاعها، يجهز تصور بتاعها قبل ما يبدأ، فتتعلم انت الشيء هو. طبعا بالنسبة لمجال الكاليغرافي هذا جزء لا يتجزأ من كوني عربي، ورسم الحروفيات هو رسم جميل جدا وفيه إبداع وفيه دراسات، يعني مش سهل زي ما بعض الناس تتصور أو تتخيل. بالنسبة للكاليغرافي طبعا تطور، في كاليغرافي أو حروفيات مكتوبة غير مقروءة وفي حروفيات مكتوبة مقروءة، وكل زبون وطلبة طبعا بالنسبة لطلب الزبون يختلف. إذا نسمع ميوزك لازم نرسم، إذا ميوزك الهيب هوب 80s 70s قد يكون سمتعم بيتس يعني من غير غناء مجرد لحن، يختلف طبعا كل رسمة والمود بتاعها، يعني إذا كان جرافيتي المود بتاعها شيء، وإذا كان رسم طبيعة وكذا يكون المود بتاعها كلاسيكي، كل حاجة والمود بتاعها، وأنا اللي بنصنع المود هذا باش نقدر أنا نندمج فيه. طبعا فكرة مش أي فكرة تجيك ترسمها طول، طبعا ضروري ما تحورها، ضروري ما أنت تطلع منها الشيء اللي أنت تبي ترسمه فقط، وبعض الأحيان مرات تعجبني حاجة نقلدها لكن نضيف عليها لمساتي.
ان زي ما نقولوا يعني you don't have to reinvent the wheel، يعني انت مش مضطر باش تعيد تخترع العجله من اول وجديد، it's already here، يعني مخترعينها الناس. فضيف حاجه جديده، ضيف لمسه جديده لاي عمل ديره، تضيف لمسه جديده، لمستك انت الخاصه بيك. فنقدر يعني نستوحي يعني كذا حاجة، مرات من الطريق، مرات من لافتات، مرات من السيارات، مرات من مواقف، مرات من الزحمة اللي قدامنا. فالارتجال بتاعي كان عن طريق ان انا اشتريت يعني كمبرسوري، اشتريت فرش، اشتريت رولات، بنشتغل بطريقة تقليدية بعض الشيء لكن مواكبة لعصر الجرافيتي الجديد. الاستمرارية تعلمك، الاستمرارية تطورك، الاستمرارية تقويك في أي مجال فني كان أو عملي، ما توقفش مهما كانت الظروف تاعك ومهما كانت البيئة اللي حواليك، ما توقفش. السمح في الموضوع ان فنان يغير مكان كان مهجور او تعرض لحرق او دمار او شيء الى لوحه فنيه مغايره، كيف ما دار طه تو شفناه بعد رسم على الجدران في مكان كان محروق وفي نفس الوقت كان مدمر وكذا، يعني تغيير الصوره بصوره اجمل وصوره اروع الى حين ما يصير اعاده تاهيل المكان او صيانته من جديد ويرجع زي قبل. ولكن نتمنى نشوفه زي هذه الرسمات في الشوارع اللي يكون فيها جدران او السيسان كبيره وعريضه، يقدروا من خلال الفنانين انهم ياخذوا غايتهم يرسموا ويديروا شيء مختلف تماما، لان هي تنقل واقع جميل جدا وتعكس حتى على اهل المدينه اللي هم فيها، في نفس الوقت على مبدعينها اللي قاعدين يقدموا في عمل او يقدموا في ابداع مميز جدا يقدر. يعني حتى بعد يجيك سائح من برا او يجيك ضيف خارج ليبيا يشوف لوحات، يشوف رسومات، يعرف ان في مبدعين وعندهم عطاء وعندهم طاقة، وخصوصا إذا كانت اللوحات ترمز لأشياء إيجابية وأشياء مهمة جدا. طبعا إحنا قاعدين لايف مشاهدينا على الفيسبوك، تقدروا من خلال اللايف تعلقوا أكيد حول المواضيع اللي إحنا طرحناها في من بداية الحلقة، وتقدروا أكيد تشاركونا، نحن نقرأ تعليقاتكم من خلال البث المباشر على قناة 218 تي في. وموضوع آخر ننتقلوا له واللي هو لا علاقة بالرياضة، أنتم تعرفوا أن الصبح دائما حريص أنه هو يمدكم بمعلومات صحية ورياضية مختلفة جدا، ولكن المرة هذه قبل ما نمشوا للفاصل مع الأستاذة نوارة الجبالي في استشارة، حنخليكم مع المدرب محمد سالم يلي محضرنا تدريبات جديدة رياضية ومهمة جدا أكيد تستحق المتابعة. صباح الخير عليكم مشاهدينا، اهلا بكم فقرة جديدة، معنا محمد سالم تمارين جديد. اليوم حناخذ تمارين شد لنا عضلة البطن، خليكم معنا. تمرين اليوم حناخذوه بوزن خفيف، طبعا حناخذ ثلاث تمرينات حيكونوا في جرة بعض او ورا بعضهم، ثلاث تمرينات حيكونوا ثلاث جلسات، كل جلسة حيكون فترة الراحة بينها 5 ثواني إلى 10 ثواني، وكل جلسة حيكون الوقت بتاعها 10 ثواني بالعدام بالتكرار. أول تمرين أعزائي المشاهدين حيكون بالكيفية هذه اللي نطبقوها توا، حيكون 3 جلسات، كل جلسة حتكون لمدة 10 ثواني إلى 15 ثانية، حيكون بوزن خفيف. لو تقدروا تتمرنوا بوزن خفيف، الوزن هذا حيساعدنا إن نشد عضلة البطن بصورة أكبر أو بصورة أسرع، ويفصلنا عضلة البطن أكثر من إنك أنت تلعب من غير وزن. ثاني تمارين أعزائي المشاهدين حتكون بكيفيات اللي حتمرنها توا، يلا خليكم معي.
ثالثة مرة أعزائي المشاهدين والأخير معنا لليوم حيكون يهدلنا عضلة البطن والعضلة عضلة الجناب الجانبية. يلا حيكون سمونا ثلاثة جلسات في 15 ثانية أو 10 ثواني، والتكرار أو أول راحة حتكون 5 ثواني فقط بين كل جلسة. وهذا كان كل شيء لليوم معنا في فقرة محمد سالم. نتمنى كان يكون التمرين فاتكم، ولو وضبنا عليه وطبعا زي ما قلنا بأوزان خفيفة للوفرة قدامنا أكيد حنوصلوا للمستوى اللي نبوه. دمتم في حفظ الله ونتلاقوا في فقرة جديدة. دمتم في رعاية الله. مرة ثانية.